عارف، قاعدة بفكر ليه المسؤولين بيتغيروا والمشاكل بتفضل واحدة. يعني مثلا نيجي نقول ايه، شيل وزير النقل، شيل وزير الداخلية، وزير الزراعة ده مش نافع، وزير السياحة ده فاشل. بس اكيد ده مش حقيقي. ليه؟ لان بيتغيروا الناس والمشاكل بتفضل واحدة. عارفين ليه؟ عشان زي ما قلت لكم، دايما بنحاسب الراس الكبيره، دايما بنروح طالعين فوق ونقول ايه، شيلوا فلان. طب واللي تحت دول؟ اللي تحت دول ما بيتشالوش، هم شيل محافظ اسكندريه حط محافظ اسكندريه، شيل محافظ مطروح حط محافظ، شيل محافظ الاقصر حط محافظ. طب والاحياء، رؤساء الاحياء اللي تحت، بيشتغل في الحي بقاله 50 سنة ومرتشي وعارف الناس وبياخد اتاوة من ده وبياخد اتاوة من ده، والتاني اللي بيشتغل في الجمعيات الاستهلاكية، مهما يتغير وزير الصحة مين، ولا مهما بتاع الطب البيطري يتغير، ولا مهما، هو نفسه هو هو. متهيألي. وبعدين الوزير اللي هيجي او المدير اللي هيجي ما يقدرش يغير قوانين، ما عندوش صلاحية، ما عندوش صلاحية ان هو يغير قانون، ما عندوش صلاحية ان لو الراجل ده اتقبض عليه مثلا يروح يعدم الراجل ده زي ما بيموت ناس كتير، او بيدي لحم مسرطنة لناس كتير، لا يملك. فبالتالي بتفضل المنظومة فاسدة زي ما هي، لكن لان ما فيش سياسة ثواب ولا عقاب. ايه هيجوا يمسكوا دكتورة شيرين؟ جت خدت شوية اكياس لحمة عدمتها بفنيك وقفلت المكان وروحنا بيوتنا وشوية وفتحنا، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ تحبس؟ طب هتحبس قد ايه؟ دي ارواح ناس. يعني انت لما تدخل على الجزار ولا البقال ولا فلان بره وتلاقيه حاطط الكمامه ولابس البتاع على شعره ولابس الجوانتي وهو بيبرق من اوله لاخره، تبقى عايز تاكل حاجات نيه، تاكلها من المجاري. مش هاكل انا، لا انا شخصيا مش هاكل لحمه تاني، والله العظيم ما بكذب، لان انا مش عارفني، انا حتى السوبر ماركت اللي بشتري منه ورا هو عامل ايه، مش عارفني. يعني اما هو الناس ضمايرها ماتت كده، يبقى الحل ايه؟ الحل ان احنا مناكلش، ولا الحل ايه؟ الرساله النهارده ايه قبل ما نروح نشوف الكارثه اللي جايه؟ مش اي لحمه رخيصه في العيد تاكلها، مش اي حاجه متعلقه تبقى لحمة ينفع تتاكل، مش أي واحد واقف بيبيع لك يبقى بيديك تاكل، ممكن يكون بيموتك. أه على رأي طه، مش أي عربية واقفة مكتوب عليها ضد الغلاء ولا تحيا مصر، حتى بالتجربة تحيا مصر. طب سيبولنا تحيا مصر، سيبولنا اسم نظيف، سيبولنا شعار واحد نبقى بنقوله بجد صح. حتى خدتوا من الريس الكلمة دي وابتديتوا تتاجروا فيها وتعملوا فساد. يعني تكتب تحيا مصر على البتاع وانت بتموت شعب مصر ليه؟ عشان قرشين زياده؟ اه انا عارفه ان شكل العربيه من اجل مصر نموت شعب مصر، هو المفروض يبقى الشعار كده، من اجل مصر نخلص من الناس عشان ايه؟ ما يبقاش عندنا مشاكل، نموت الناس اسهل. بس عشان نصحح، العربيات دي مش بتاعت الحكومة، العربيات دي ناس ممثلة ان هم حكومة، يعني جايبة العربية وحط عليها ستيكر وبتبيع على انها حملة ضد الغلاء. وبعدين نور بتحكي بتقولي اول ما وقفنا العربية السواق جري والراجل جري وكل الناس جريت. حرامية، حرامية، شوية حرامية ملزقين ستيكر على عربية وبيبيعوا لحمة بايظة للناس، وانت واقف تقول تحيا مصر ومبسوط قوي باللحمة الرخيصة والحاجات دي. وطبعا حاجات اللحمة المستوردة على انها بلدي دي عادي. تعالوا نروح نشوف بقى اللي جاي ده، مصنع في نهية ضبط امبارح 17.5 طن فراخ فاسدة. عارفين يعني ايه 17 طن؟ مش 17 كيلو، 17 طن فراخ فاسدة في مصنع اللي في الكيس ده. يعني مباحث التموين لما نزلت فتشت الضبطية دي
كانوا متخيلين ان هم هيلاقوا شويه فراخ فاسده. بعتوا يجيبوا امدادات لعربيات من التموين عشان كميه الضبطيه اللي هتعدم مش مكفيه لانها اطنان واطنان. تاني التموين لما راح يفتش كان متخيل انه هياخد يعني زي ما بتدخل عند حد هتلاقي مثلا عنده حتتين فاسدين وخمسه كويسين، اتنين باظوا منه وهيزنقهم في النص. لكن لما يلاقي مصنع كامل فاسد ويطلع منه 17 ونص طن ويبعت يجيب عربيات، اولا تحيه طبعا لاي حد شريف في مصر في التموين او في الداخليه او في الطب البيطري او فوق راسنا من فوق كل الدكاتره دي بحييكوا تحيه. يعني لو اطول ان انا اجي اسلم عليكم وابوس ايديكم ورجليكم واقول لكم ربنا يخليكم لينا وبشكركم، مهما يعني مهما اقول لكم الامتنان ليكم قد ايه، انك ما خدتش رشوه وانك ما سمعتش الكلام وخدت قرشين ومشيت، وانك ايوه بيحصل كده ان انت شريف ورحت بعت جبت عربيات عشان تقول، والدكتوره الجدعه كده اللي بتقول طلع وهات ولا وانا بفهم وده متجمد وده ساق. في ناس شريفه في مصر، والناس دي اللي المفروض تفضل وكل الناس تانية تمشي. كيس لطيف جدا وفي بالالوان على فكره عشان انت تنبسط تقول ايه ده مغلف ونظيف، والله جايبينه مغلف ونظيف 17 طن ونص فراخ فاسده في ناهيه، مصنع في ناهيه، وكان تم اغلاقه قبل كده واتفتح تاني بقدره قدر. اتفتح ازاي ما نعرفش، عشان تم اغلاقه قبل كده عشان برضو بيبيع حاجات فاسده. شوف مع بعض. دي الضبطية؟ لا ده جوه بلاوي لسه كتير. ال10 طن دول مفروم هياكل دواجن. طبعا الحاجات الكونتينر نفسه اللي موجود فيه الهياكل ديت لا تصلح لاستهلاك الادوية. وللاسف في حاجه ثانيه كمان، هم حاطين المواد الملونه دي مسموح باستخدامها بنسبه معينه. طبعا بتتحط برقابه ونسبه معينه ما تزيدش عنها لانها بتسبب كانسر وبلاوي ثانيه يعني. بس هم حاطينها بطريقه عشوائيه. تم عمل قضيه هنا قبل كده. دي الماده الملونه. اللي محطوطه بطريقه عشوائيه. أول مرة أعرف إن اللحمة والفراخ بيتحطوا عليهم ألوان عشان نحس إنهم أحمر. يعني أنا دلوقتي مش مشكلتي خالص في إن هم يا دكتورة حطوا الألوان بطريقة عشوائية، أنا مشكلتي إن أنا ما كنت معلش تجيب لنا شوية الألوان اللي شفناها في المعلقة دي، أنا ما كنتش أعرف إن اللحمة والفراخ بيتحط عليهم ألوان عشان نحس إنهم حمر. يعني انت ممكن تروح تشتري لحمة حمراء متلونة؟ يا نهار اسود ومصارح بيها؟ وان المشكلة ان هي معمولة بس بطريقة عشوائية؟ ليه؟ نحط الوان ليه؟ عشان نقول للناس انها طازة يعني؟ ده اسم المصنع طازة. اسم المصنع طازة. فلازم يلونه احمر عشان يبقى طازة. طب نروح نشوف ايه تاني؟ بلاش احسن اكتئبت. نروح نشوف ايه تاني؟ العربيات؟ ها؟ هي اللحمه اللي انت جبتها لنا في الفريمز الاخرانيه بعد نهيه دي كانت ايه؟ اللحمه الزرقاء في اسود دي؟ طب دي ليه ما زعناهاش؟ فين؟ دي خدناها قبل كده يعني؟ وليه ما قلناش عليها دي؟ طيب حاجه دي اللحمه اللي اتاخدت يعني من المجمعات الاستهلاكيه وكده.
دي اللحمه اللي اتاخدت من طازه. معلش ترجع لنا تو فريمز كده اشوف بس كادر اكبر شويه. ايوه معلش عشان اقف اقف اقف. دي اللحمه اللي كانت جوه المصنع اللي بتتغلف وتتلون. يعني ياخدها لك بقى دلوقتي انت شايفها كده يقول لك لا، طب ما هي في الاكياس ما بيبقاش شكلها كده. ما انت معلم ما بتاخدهاش كده، انت بتاخدها صحيح كفته وسجق وداوود باشا وفي ايه تاني بنحمره بيبقى موجود كده في البقال قدامنا او في الجمعيات. لحمه بانيه بالبقسماط يقول لك تروح في 5 دقائق تقليها. ما ده مصنع بقى مجمد فيه كل حاجه، وانت مش شايف ايه اللي اتفرم ولا ايه اللي اتبل ولا ايه اللي اتحط عليه بقسماط ولا اي حاجه. انا والشيف سيف. الو، هو في ايه في التليفونات؟ عصمت. ايوه ايوه اهلا بيك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك احنا كنا يعني كنا قاعدين من قدام المجمع الاستهلاكي كده من حوالي بالظبط اسبوعين في احمد عرابي اللي في المهندسين. ايوه وكان في يوم اجازتهم. وهو المجمع اصلا معمول بباب حديد كده في فراغات. الثلاجه كانت باينه اللي هي بتاعت المخزن دي. وحضرتك بنبص هنا في قطط واقفه على فوق الثلاجه بتاكل من اللحمه. انا على فكره عن نفسي والله ما بهزر، القطط ما تضايقنيش قد المجاري وقد المصايب اللي انا شفتها. لو دي اصلا لحمه يعني انا شايفه ان التكوين بتاع اللحمه مش لحمه، دي مش لحمه. يعني اللي بيتفرم قدام حضرتك ده في الكيس ده مش لحمه. القطط بتاكل من الثلاجه، معلش يعني كان المنظر بشع. لا القطط تاكل من الثلاجه بالهنا والشفا، بس احنا ما ناكلش. احنا ما ناكلش. لما تلاقوا هذا المنظر، انا بشكرك، لما تلاقوا هذا المنظر وسعر مشكوك فيه ما تاكلوش. ما تاكلوش. يقول لك يعني ما ناكلش لحمه؟ ما هي مش دي مش لحمه. دي مش لحمه. دي استغفر الله العظيم، مش عايزه اقول، بس اللي انت جايبها من المجاري ومن الارض ومن الجزم ومن الدبان ومن الثلاجه اللي كلها دي مش لحمه. اللي بيتفرم لك هو انا معلش ترجع السبت اللي كان موجود في النيابه بيتعدم ده. عايزه بس اشوفه مره تانية. لا مش ده، السبت اللي كان في اخر التقرير بتاع نهيه بتاع المصنع بتاع طازه. معلش عايزه اشوف السبت بس. السبت اللحمه اللي قدامنا ده اللي هو ازرق في اسود وتكوينه تكوين غريب جدا 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 جدا. معاك الشط؟ ده ايه؟ ده ايه؟ يعني لو تبصوا للحمه اللي هي مش في وش الكادر اللي ورا دي، بصوا لونها عامل ازاي؟ الكبده معلش ترجع لنا طه، الكبده اللي كانت على الارض وكيس الدهن اللي كان بيتفرم منه اللحمه. تعرف تجيب لنا الشوت ده؟ بس لغايه ما ناخد الدكتوره شيرين بس، لان هي اكيد على درايه اكبر وتقول لنا برضو نعمل ايه ونعرف اللحمه الفاسده من الجيده ازاي، لان احنا لازم نبقى عارفين. ودي كبده، دي كبده يا جماعه، دي كبده. وعايزه بس اقول لكم حاجه، انا بقطعش عيش حد والله، بس في ناس كتير قوي بتاخد الكبده دي من الجمعيه وتروح انت بقى تاكلها وهي متقطعه ومحطوط عليها الشطه وفي الزيت وملح وفلفل وليمون كتير قوي 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 والسندوتش واقلب وهي جايه لك من على الارض ولونها اسود، وانت طبعا بالشطه بالصوص مش عارفه ايه بشويه الزيت بالتحابيش بالشطه انت مش حاسس بحاجه. تحس بقى لما يجي لك حاجات في الكبد، وتحس لما يجي لك سرطان، وتحس لما تلاقي ان انت صحتك بتروح في 60 داهيه. هتحس بس مش هتعرف حتى انه من الاكل اللي انت بتاكله ولا من الميه اللي انت بتشربها. طب احنا ما ناخد اخر تقرير وبعدين ناخد الدكتوره شيرين. طيب نروح نشوف العربيات بقى اللي جابت، ما سابت لناش حاجه عدله. يعني احنا انبسطنا قوي لما لقينا العربيات بتاعت ضد الغلاء دي. خلص البروتوكول مع وزاره الزراعه واستخدموا الناس، لا مش الناس او الحيوانات، الحيوانات بجد دول حيوانات. خدوا الستيكر وخدوا الحاجات دي وعملوا عربيات عملوا عليها الستيكر ومشيوا يبيعوا للناس لحمه رخيصه
على انك بتعمل ضد الغلاء وهم بيبيعوا لحمه فزه. تعالوا نشوف المصنع اللي بيتصنع فيه الحاجات دي اللي بتتباع في العربيات. الكبير حوالي 4 طن ونص. حوالي 4 طن ونص. احنا ما نقدرش نوزنها ولا نقدر نحصرها عشان كل المواد الغذائيه مختلطه ببعضيها. كبده هي منتهى، في كبده منها منتهى الصلاحيه، وفي كبده كلها، كل الكبده سايحه في الثلاجات، لان الثلاجات كلها كانت بايظه. الثلاجات تقريبا كل الثلاجات بايظه عنده هناك، والديب فريزر كله كان بايظ، والمكان كان سيء جدا. الكبده سايحه، وحتى المصنعات اللي موجوده في اكياس مقفوله وهتتباع للناس مقفوله. لو فتحنا الكيس المصنع كده اهو، المصنعات دي، هنلاقي ان الحاجه اللي فيه سايحه، ودي بمجرد انها تتجمد تاني لما يجي المستهلك يفتحها هيلاقيها ريحتها وحشه، لانها ساحت واتجمدت اكتر من مره. دي في المصنعات اللي هي المقفوله، واللي الناس بتشتريها على انها مقفوله وليها اسم معتمد بيه. هي في الصلاحيه، بس هي اتسيحت وجمدت اكتر من مره. في ليه فراخ البانيه دوت، ده بايظ اصلا، ده بايظ. بص عليه كده، لما تمسكيه كده هتلاقيها مفروله خالص، ليها سيحت وجمدت اكتر من مره. وفي الممبار ده بقى الممبار ده بيتباع للناس، ده ممبار مجهول المصدر، مش معروف متصنع فين، وهل المواد اللي داخله فيه مواد صحيه ولا مش صحيه، لان مكان غير مرخص ومكان مش باين ده متصنع فين. المكان اللي جاي مسكنا منه الحاجه دي مرخصه، واخد ترخيص عادي مش ترخيص صناعي. الكبده كلها كانت سايحه. الفراخ، شوفي حضرتك بقى، الفراخ دي المفروض ان هي معموله في بتتذبح في مجزر، هو جايبها ما اعرفش جايبها منين، وبعدين مديها هو الاسم الجديد ده، طيبه ما اعرفش ايه، وحتى مكتوب عليها بط ما هياش مكتوب عليها فراخ، وهي كلها ساحت منه واتجمدت. لو فتحنا الشنطه من جوه وشمينا الفرخه هنلاقي الفرخه ريحتها وحشه جدا. والفراخ علاوه على ان الفرخه، بص حضرتك كلها محتقنه ازاي، كل الفرخه كلها محتقنه، يعني انا كانت عيانه قبل ما تتذبح، كانت عيانه من الذبح. لو شمينا ريحتها هنلاقي طالع منها ريحه وحشه. الكبده بتاعتها مهلهله، شوف حضرتك ازاي. والشركات اللي شكلها الشركات دي قلنا عليها. السوسيس ده بقى هو جايبه ومعبيه، ما نعرفش برضه جايبه منين ومعبيه ازاي، هل ده كان منتهي الصلاحيه قبل ما يعبيه، ولا كان في الصلاحيه قبل ما يعبيه. هو مش من حقه يجيب السوسيس اللي بكام متعبي ويعيد تجزئته ويعبيه تاني. منظر الكبده اللي سمنه، ده منظر سمنه. السمنه والحاجات ديت هو مسميها الوطنيه، مسميها الكيس، مسميه الوطنيه على اساس الناس تتغش فيه وتفتكر، وحط عليه الشعار الجمهوريه على اساس الناس تتغش فيه وتفتكر ان دي من مصنعات الجيش. كم البضاعة اللي كانت في العربيات دي، مش ماركة واحدة، دي ماركات كتير قوي بتتباع في عربيات ضد الغلاء. عربيات ضد الغلاء ما بقتش موجودة، ما بقتش تحت رعاية وزارة الزراعة، مش موجودة. أي عربية هتلاقي عليها ضد الغلاء دي عربية جاية تموتك، دي عربية جاية تديك أكل فاسد. تاني، العربيات اللي ضد الغلاء دي مش موجودة، ما بقتش موجودة تحت رعاية وزارة الصحة أو الزراعة، دي عربيات موجودة عشان بس تباع لك حاجات بايظه، الفرخه اللي كانت عيانه قبل ما تتذبح، لا. وبعدين كلها على فكره للاسف، ارجع لنا بس ورينا الكيس كان ماركته ايه، كلها ماركات كويسه جدا وماركات مشهوره جدا. يعني حاجه في منتهى الخطوره. دكتوره شيرين بسرعه جدا، انا بحييكي جدا جدا جدا، اهلا بيكي. اهلا يا استاذه ريهام. انا بحيي حضرتك جدا، وعمل جليل جدا حضرتك بتقومي بيه، تقولي لنا في اقتطاب جدا عشان خالد صلاح ما يقتلنيش، قولي لي بس مجمل اللي انت بتشوفيه كل يوم ده ايه؟ لا ومعلش يا خالد بيه صلاح، يستنى شويه لان في كلام كتير. انا مقدره طبعا ان حضرتك يعني، انا بقول ان في كلام كتير وقلت لهم ان المداخله لا تصلح، لازم اقابل حضرتك واعمل مع حضرتك انترفيو طويل. بس معلش اوكي انا موافقه، حاضر تحت امرك، بس انا عندي معلش تصحيح لكذا معلومه. لانه طبعا انا عارفه انه لحد امبارح بالليل انتوا كنتوا بتعملوا المونتاج للشغل ده كله، على فكره ده شغل يوم ونص بس، يعني مش شغل 3 4 شهور. اولا يعني في يوم ونص حضرتك عملتي كل الضبطيات دي؟
انا وزمايلي مش انا بس. لا انا فاهمه انا قصدي ان كم الضبطيات دي في يوم. لا ده مش في يوم يعني، ده شغلي يوم ونص للجنه اللي انا طلعت فيها بس. في لجان تانية لزمايل تانيين عملوا ضبطيات تانية. فاولا احنا اسمنا مديريه الطب البيطري بمحافظه الجيزه، مش مديريه امن الطب البيطري، لان نفسي كل الناس تعرف الاسم ده. ثانيا عربيات الجيش مش هي المعنيه بهذا الامر تماما. لا بس ثانيه واحده حضرتك، انا بقى اصحح لك معلومه عشان ما نضللش، احنا ما قلناش ان عربيات الجيش هي اللي لا في الاول خالص، قلنا ان في عربيات جيش كانت بتوزع حاجات ضد الغلاء، وفي عربيات كانت تحت رعايه وزاره الزراعه. لا مش ضد الغلاء، ما انت اديني فرصه بس حضرتك علشان انا افهم الناس. الموضوع بتاع ضد الغلاء دي جمعيه خاصه يمتلكها شخص معين، ما فيش داعي للاصحاح عن اسمه دلوقتي، يعني منتظرين قرار النيابه، وهي لا تحت رعايه وزاره التموين ولا ليها دعوه بوزاره الزراعه. اللي ليها دعوه بوزاره الزراعه هي دي اللي انا واقفه عندها، اللي هي جمعيه الاسكندريه التعاونيه لتنميه وتطوير الثروه الحيوانيه. دي كانت عامله بروتوكول تعاون مع قطاع الانتاج في وزاره الزراعه، ونتيجه للضبطيات اللي حررناها للعربيات دي فسخ قطاع الانتاج البروتوكول، لكن فسخه للاسف بانه ابلغ مديريات الطب البيطري. انا بس عشان الوقت، المهم ان العربيات اللي موجوده في الشارع دي مش تبع ولا وزاره الزراعه ولا الصحه ولا اي حته. تطلع وزاره الزراعه يا فندم تقول الكلام ده علنا في التلفزيونات عشان تنبه الناس، انما وزاره الزراعه اطفت شرعيه على هذه العربيات والغت التعاقد بانها بلغت بس المديريات، فانا كده اطفيت شرعيه على هذه العربيات بان الناس بتشتري وما زال المسمى وزاره الزراعه. هم لزقوا بانر جديد ومتحلقينه لتحت شويه ومبينين كلمه وزاره الزراعه. يعني العربيات اللي فيها الحاجات الفاسده دي تبع لوزاره الزراعه ولا مش تبعها؟ دلوقتي التعاقد اتفسخ، لكن هي ما زالت تعمل، حتى كاتبين الاداره العامه للتعاون الزراعي، هي ما زالت تعمل تحت مسمى وزاره الزراعه، بتوهم الناس بكده. فتطلع وزاره الزراعه تعلن هذا رسميا في كل الفضائيات وفي كل التلفزيونات، وهي اللي تحذر الناس من هذه العربيات، انما ما تلغيش البروتوكول بانها تبلغ مديريات الطب البيطري. فبالتالي يعني انا كمواطن مانيش عارف ان البروتوكول ده تم الغائه، وما زلت بشتري منها تحت اسم وزاره الزراعه. يعني هي مش تبع لوزاره الزراعه عشان بروتوكول؟ لا حاليا لا. لا لا. طيب انا دكتور شيرين انا بشكرك، لازم نتقابل فورا عشان حضرتك تقولي لنا على كل الحاجات اللي شفتيها دي وتشرحيها لنا وتقولي لنا حلها ايه وازاي يتم التخزين بطريقه كويسه، وازاي انا كمواطن، وده اللي مهم جدا لازم نعمله يوم الاثنين الجاي، حضرتك تقولي لنا ازاي انا لما اروح اشتري اعرف ده فاسد ولا صحي. لغايه بقى يا جماعه ما الدكتوره شيرين تيجي يوم الاثنين الجاي، العيد داخل، ابوس ايديكم، خلي بالكم، خلي بالكم من لون اللحمه، من شكلها، من ريحتها، بلاش لحمه خالص، نفوت العيد على خير لغايه ما الدكاتره يطلعوا يقولوا لنا يا جماعه اللحمه لازم يبقى شكلها كذا، ولازم يبقى مكتوب عليها كذا، ولازم نجيبها من الحته الفلانيه، ولازم يبقى ريحتها كذا، عشان قبل ما ناكل عيالنا وناكل نتاكد ان احنا هنعيش اصحاء. لان هو مش الحكايه انك تعيش طول العمر او تعيش مده طويله، لا، لازم تعيش وانت بصحتك، لان الصحه دي اهم حاجه في الدنيا. للناس بقى اللي بيعملوا فينا كده، ناس اللي في مجلس الشعب اللي اديناكوا صوتنا ورحنا صوتنا لكم، قوانين عقاب الناس دي لازم يكون رادع، لان ده زي بالظبط اللي بيجيب سكينه ويقتل واحد، ده مش بيقتل واحد، ده بيقتل ملايين، ده بيقتل ملايين، وده مش واحد، دي منظومه فاسده مصابه بالجهل ومصابه بالاهمال والفساد، لازم يقضى عليها. انا اسفه عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله، بس اسيبكم مع خالد صلاح، اشكركم، تصبحوا على خير.